حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، بأن الإشاعات التي تنتشر ليست فقط تسبب اضطراب للمعلومة السليمة لدينا، وإنما قد تؤدي إلى سلوكيات خاطئة، أن لا نحصل على الشيء الذي يهمنا بإذن الله لصحتنا ويحمينا بعد الله سبحانه وتعالى. هنالك معلومات حول أن الإنفلونزا مثلا ليست خطرة، وهذا غير صحيح. فيروس الإنفلونزا خطر جدا ويقتل سنويا الملايين من البشر، ومهم جدا الوقاية منه، ومن طرق الوقاية الحصول على هذا اللقاح. من الإشاعات أيضا المنتشرة جدا الأعشاب والخلطات وأنها تغني عن التطعيم، وهذا غير صحيح. ونعلم جيدا بأن هنالك الكثير من الخلطات والكثير من الوصفات الغير علمية والغير طبية والغير مدروسة انتشرت الأشهر الماضية مع هذه الجائحة، وقبل الأشهر الماضية مع أمور أخرى طبية، ونعلم تماما بأنها لم تكن مفيدة ولم تحدث الفارق الصحي، وإنما بحمد الله على مر العقود والأزمنة أثبتت اللقاحات بأنها من الأمور الهامة والنقلات الطبية الكبيرة التي أسهمت في تحسين صحة البشر والحفاظ على الأرواح بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. هنالك من يقول بأنها تكفي مرة واحدة، وهذا غير صحيح. الإنفلونزا يحصل فيها تحورات وتطورات كفيروس تؤدي إلى عدم فعالية اللقاح بعد مرور موسم عام عليه، فلذلك بعد مرور عام لابد من تلقي اللقاح التالي الذي يناسب الموسم الجديد للوقاية بإذن الله. هنالك إشاعات كثيرة عن اللقاحات عموما بأنها خطرة وتسبب مضاعفات خطيرة وتنسب لها أمراض وطيف واسع من الأمراض، سواء هذا اللقاح أو غيره من اللقاحات، وكلها هذه الأمور إشاعات غير صحيحة وغير علمية، بل أثبت العلم وأثبتت الدراسات بأنها آمنة لحد كبير وفعالة وتنفع الإنسان وتحميه بإذن الله من مضار هذه الجراثيم وتقيه من شرورها. فلذلك ننبه الجميع عدم الالتفات لهذه الشائعات والوصول إلى الخدمات والحصول على اللقاح بأسرع وقت ممكن بإذن الله، لكي نستفيد من تأثيرها الفعال قبل دخول الموسم وقبل بدء انتشار الإنفلونزا. من الاستفسارات الشائعة يلاحظ البعض، كما يلاحظ من أورد هذا السؤال على الهاشتاج، بأن هنالك عدد من الالتزام في بيئة العمل. الزملاء في العمل يجلسون على إفطار جماعي أو على وجبة جماعية بدون كمامات، بدون اتباع نصائح، بدون إجراءات احترازية. قد يكون حتى فيه أمور أخرى لم تذكر في السؤال، مثل المصافحة أو غيره، أو التقارب وعدم وجود مسافات آمنة بين الجميع. هذا طبعا أمر خطير جدا، يجب على الإنسان أن يتنبه منه، يبتعد عن مثل هذه التصرفات ولا يقرها، وينصح الزملاء بطريقة طبعا أكيد فيها شيء من الحكمة. وأيضا ننصح أصحاب العمل المسؤولين في المواقع بأن يكون لديهم ضباط للسلامة ومتابعة لأمور السلامة، وحث على هذه الأمور لمنع مثل هذه التصرفات السلبية السيئة، بل محاسبة من يصرون عليها، لأن لا توجد أبدا مجال للمسامحة والتساهل لمن يعرضون أنفس الآخرين وأرواح المجتمع للخطر بمثل هذه التصرفات الغير مسؤولة. إجمالي الحالات المملكة العربية السعودية بلغت 334,605 حالة مؤكدة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم. حالة التعافي بحمد الله 319,154، حالة الوفيات بلغت 4,768، نسأل الله لهم جميعا الرحمة والمغفرة. الحالات النشطة بالتالي تكون 10,683 حالة نشطة، معظمها ولله الحمد مستقرة ووضعها الصحية مطمئنة، باستثناء 993 هي الحالات الحرجة التي لا تزال تتلقى الرعاية في العناية المركزة. ونشير بحمد الله أن الحالات الحرجة انخفضت لتنزل دون مستوى 1000 حالة حرجة، ولله الحمد، وهذا مؤشر جدا مبشر بخير. إجمالي الفحوصات يقترب من 6.5 مليون فحص مخبري تم إجراؤه ولله الحمد منذ بدء الجائحة، وهذه الفحوص المخبرية تقدم للجميع لأجل الإسهام بشكل فعال في الوصول إلى التشخيص الدقيق ومعرفة ما إذا كان الشخص مصاب من عدمه بهذا الفيروس. بهذا نصل وإياكم إلى تلقي أسئلة الصحفيين. ناصر السلمي من صحيفة الويام الإلكترونية. نعلم جميعا بأن أجواء المملكة ستشهد الأيام القادمة تغيرات مناخية قد يصاحبها الكثير من العوامل التي قد تؤثر على الحالة الصحية للشخص، وغيرها من الأعراض التي قد تكون ناتجة عن هذه التغيرات المناخية والتي قد تتشابه إلى حد كبير مع أعراض فيروس كورونا الجديد. السؤال مطروح هنا، كيف يمكن لوزارة الصحة طمأنة الناس من هذا الجانب؟ وشكرا. شكرا لك. طبعا ما يتعلق بمسألة الوقاية وطمأنة الناس فيما يتعلق بمرور بالموسم القادم،
موسم تغيرات الأجواء، دخول البرودة، دخول الموسم الذي قد يصاحبه بعض الأمراض التنفسية. من المهم جدا أن نشير إلى أنه ما ذكرناه اليوم عن اللقاح الإنفلونزا أمر مهم جدا لتلافي أصلا تعريض الشخص لمرض خطر على الجهاز التنفسي، إضافة إلى أن نحن في ظل ظروف جائحة كما تعلمون. الاحترازات بشكل عام كل ما تقيدنا فيها من لبس الكمامات، التباعد بالمسافات الآمنة والبعد عن التجمعات، غسل أو تعقيم اليدين بشكل مستمر وجعلها نظيفة بشكل دائم ومداومة ذلك وغيرها من الإجراءات، ستكفل ليس فقط بإذن الله قلة المخاطر من اكتساب العدوى بفيروس كورونا الجديد، وإنما حتى بغيره من الفيروسات ومن ضمنها الإنفلونزا إن شاء الله. لكن من المهم أن نشير أنه في حال ظهور أعراض، فإن أعراض الإنفلونزا وأعراض فيروس كورونا متشابهة إلى حد كبير جدا ويصعب التفريق فيما بينها، ولذلك من المهم جدا أن الشعور بوجود هذه الأعراض المبادرة للحصول على التقييم الذاتي أو الذهاب إلى مراكز تطمن أو غيرها من المواقع لتلقي الخدمة والاطمئنان على الوضع الصحي، والأطباء والزملاء المختصين سيقومون بالإجراءات والتقييم الطبي اللازم وأيضا الفحوصات المخبرية للاطمئنان وتحديد المشكلة الصحية ووضع الإجراء الطبي السليم المناسب لرعاية الحالة بإذن الله. ونسأل الله للجميع الصحة والسلام والعافية ونتجاوز هذا الموسم بصحة وأمان. بإشارة الزملاء نصل إلى نهاية تلقي أسئلة الصحفيين. أسأل الله للجميع الصحة والسلامة، دمتم بخير ونلتقي على خير بإذن الله، ومواصلين معكم ما تبقى من هذا المؤتمر في حفظ الله. شكرا لكم دكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. الآن يتحدث إليكم مشاهدين الدكتور عبد العزيز وزان، وهو وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسم وزارة الحج والعمرة أرحب بالسادة المشاهدين، ونستعرض اليوم عام التوجيهات الكريمة بالسماح بأداء العمرة في ظل الإجراءات الاحترازية. طبعا الوزارة مجرد صدور التوجيهات الكريمة فعلت الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى، والتي تم إعدادها مسبقا بمشاركة العديد من الجهات الحكومية المختصة فيما يخص أداء العمرة. بالنسبة للخطة هذه ترتكز على العديد من المحددات والممكنات الرئيسية، وترتكز على استخدام التقنية. لذلك اليوم إن شاء الله في هذا المؤتمر سوف نستعرض التطبيق الرئيسي في هذه الإجراءات، وهو تطبيق اعتمرنا. هنتكلم على أهم المميزات هذا التطبيق وآلية الحصول على التصريح، وفي الختام سوف نستعرض رحلة المعتمر في ظل الإجراءات الاحترازية التي سوف يتم تطبيقها. طبعا يعني أنا ما أتكلم على تطبيق اعتمرنا، هو يعتبر استخدام قوي للتقنية في عملية الحصول على التصاريح وتنظيم دخول المعتمرين إلى المسجد الحرام. التطبيق هذا طورته وزارة الحج بمساعدة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ويتم من خلاله استخراج التصاريح سواء لأداء العمرة أو الزيارة أو الصلاة في الروضة الشريفة. أيضا هذا التطبيق يمكن المستخدم من التخطيط المسبق لرحلة العمرة، يعني المستخدم حيطلع على الجدول أو على جميع الأيام المتوفر فيها أماكن لإصدار التصاريح والفترات الزمنية، بحيث أنه هو يبدأ يختار الفترة والوقت المناسب له. الميزة الثالثة لهذا التطبيق هو التكامل مع تطبيق توكلنا، وهنا بيتم بعد التسجيل المعتمر واختيار الفترة الزمنية بيتم التأكد من الحالة الصحية للمعتمر. إذا كانت حالته الصحية تسمح أنه هو يؤدي العمرة سوف يتم استكمال إصدار التصاريح. وهنا أحب أؤكد أنه حتى لو أخذ المعتمر التصريح وكان خلال الفترة إلى أن يؤدي العمرة أصيب بالبعيد عنكم يعني الفيروس كورونا المستجد أو كان مخالط، سوف يتم إلغاء التصريح هذا مباشرة ولن يخرج هذا المعتمر من ضمن الفوج اللي تقدم فيه. الميزة الثالثة حتكون
إمكانية تحديد نقاط التجمع للمعتمرين. النقطة التجمع نقصد بها النقطة التي سوف تنطلق منها الأفواج لدخول الحرم في تنظيم مسبق مرتب مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عفوا الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجهات العاملة في ساحات الحرم. الميزة الأخيرة اللي برضو ممكن يحصل استفاد منها في هذا التصريح وهو إمكانية إصدار تصريح لمرافق مع المعتمر في نفس الفترة اللي هو يروح فيها إذا كان في هذه الفترة كان في فرصة للتسجيل. هذا يعني اللي يوضح إنه المميزات هذه هي بتسهل للراغب في أداء العمرة إنه هو يحصل على التصريح، وأيضا بتسهل البيانات الموجودة بتسهل للمشغلين واللي قائمين على خدمة هؤلاء المعتمرين في المعرفة المسبقة بالأعداد والأماكن التي سوف يأتي منها المعتمرون والفترات التي سوف يكون التواجد فيها مثلا عالي أو منخفض بحيث أنه يتم توجيه الأفراد. بالنسبة لآلية الحصول على التصريح، آلية جدا بسيطة. إذا كان انتهى المواطن أو المقيم من التسجيل في البرنامج فالحصول على التصريح لن يأخذ أكثر من دقيقة واحدة. طبعا في البداية هو حيحدد نوع التصريح اللي يبغاه، لأنه البرنامج هذا حيكون فيه أكثر من تصريح. إحنا في المرحلة الأولى حنبدأ فقط بتصريح لأداء العمرة، لكن في المراحل اللي بعد كذا حيكون فيه تصاريح للصلاة في الروضة الشريفة، الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة في المسجد الحرام، وهكذا كل فترة حتنزل تصاريح جديدة حتكون موجودة على التطبيق. الخطوة الثانية هو تحديد الوقت والتاريخ المناسب للمعتمر إنه هو يؤدي النسك، وفي الخطوة الأخيرة هو تحديد مركز التجمع اللي حينطلق منه المعتمر. في الختام بس أحب أستعرض الآن رحلة المعتمر حسب هذه المعطيات الجديدة وكيف اختلفت عندنا الرحلة. حتبدأ رحلة المعتمر بتحميل تطبيق توكلنا، زي ما قلنا لازم تطبيق توكلنا عشان نتحقق من الحالة الصحية للمعتمرين. تطبيق اعتمرنا وهو التطبيق اللي حيصدر منه التصريح. بعد كده حيتم تقديم طلب إصدار التصريح في الوقت والزمن اللي يرغب صاحب التصريح هذا. الخطوة الرابعة حتكون التحقق من الحالة الصحية للمعتمر من خلال آليا، من خلال الربط ما بين توكلنا واعتمرنا. ثم الخطوة الخامسة إصدار التصريح. بعد كده حيتوجه المعتمر إلى مركز نقل المعتمرين. وأنا أحب هنا بس كده أوقف شوية، يعني عندي رسالة أحب أوجهها لجميع المعتمرين. إحنا عندنا إذا طلبت التصريح هتلاقي فيه مراكز نقل بالحافلات ومراكز تجمع للمعتمرين. الأفضل للأشخاص القادمين بسياراتهم سواء من مكة أو من خارج مكة إنه يختار مراكز النقل بالحافلات. هذه المراكز خصصتها الوزارة بالتعاون مع أمانة العاصمة ووزارة المالية. يوجد بها أماكن منظمة لإيقاف السيارات المعتمرين، وبعد كده يتم نقل المعتمرين بالحافلات إلى الحرم المكي. ميزة هذه الحافلات إنها حديثة ومكيفة ويتم تعقيمها بعد كل رحلة. أيضا الطاقة الاستيعابية المستخدمة لهذه الحافلات هي نصف الطاقة الاستيعابية للحافلة، يعني الحافلة حيكون فيها فقط 20 معتمر، وبكده أنا بحقق التباعد الجسدي والتباعد الاجتماعي ما بين المعتمرين. طبعا بالتنسيق مع إدارة مرور العاصمة المقدسة تم تخصيص مسار مخصص لهذه الحافلات تنقلها من المواقف إلى ساحات الحرم في خلال حوالي 3 إلى 4 دقائق من خلال الأنفاق. هذا المسار حتى السيارات الصغيرة ما حتكون موجودة فيه، مسار مخصص فقط لحافلات المعتمرين. مجرد وصول المعتمرين إلى الساحة المخصصة لهم في تحت أبراج الوقف أو تحت برج الساعة حيتم استقبالهم من قبل موظفي وزارة الحج وموظفي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، واصطحابهم لأداء العمرة.
وعند نهاية العمر حيتم الرجوع معهم إلى نفس النقطة اللي هم وصلوا فيها، حيستغل الحافلة ويرجع ثاني مرة إلى المواقف يجد سيارته. يعني أنا هنا يمكن أستغل هذه وأوجه رسالة إنه رجاءنا الاستفادة من مراكز نقل المعتمرين بالحافلات، لأن مراكز تجمع المعتمرين الموجودة في المنطقة المركزية هي مخصصة للمعتمرين الساكنين في الفنادق الموجودة في هذه المنطقة، وليس لاستقبال المعتمرين من خارج المنطقة المركزية. طبعا الخطوة الأخيرة أو الاحتراز الأخير أنه حيكون الالتزام بأداء العمرة ضمن مجموعات، وحيكون موجود مع كل مجموعة قائد صحي تم تدريبه من الجهات المختصة في وزارة الصحة. وفي الختام أتمنى للجميع عمرة آمنة صحيا وعمرة مقبولة بإذن الله تعالى، وشكرا لكم. حسين بن مسعد مراسل قناة العربية، سعادة وكيل وزارة الحج لأداء مناسك العمرة للمعتمرين من داخل المملكة، هذا يقودنا لسؤال: متى ستفتح الفرصة لأداء مناسك العمرة للخليجيين والمعتمرين من خارج المملكة؟ شكرا على السؤال. حقيقة المراحل التدريجية التي حتمر بها العمرة هي 4 مراحل. المرحلة الأولى تبدأ يوم 17 رجب، المرحلة الثانية حتكون يوم 1 ربيع أول، في يوم 15 ربيع أول بإذن الله تعالى حتكون المرحلة الثالثة اللي حنستقبل فيها المعتمرين الكرام وضيوفنا من خارج المملكة ومن دول مجلس التعاون. فإن شاء الله يوم 15 رجب يوافق 1 نوفمبر حيكون بداية المرحلة الثالثة واللي يتم فيها استقبال المعتمرين من خارج المملكة. أحمد العطوي صحيفة المواطن، سؤالي موجه لوكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبد العزيز وزان: متى سيسمح للفرد بأداء العمرة مرة أخرى؟ ومتى سيتم السماح للفئات العمرية فوق 65 بأداء العمرة؟ طيب بالنسبة للشخص إنه هو يعيد يكرر العمرة، هو إذا انتهى من أداء النسك أداء العمرة، يعني أخذ تصريح في يوم محدد وأدى العمرة، بإمكانه أنه يقدم مرة ثانية ويأخذ التصريح لأداء العمرة مرة ثانية. لكن لن يتم السماح للشخص بإصدار أكثر من تصريح فعال. يعني ما ممكن اليوم أنا أصدر تصريح بعد 3 أيام وتصريح آخر بعد 5 أيام، لا، غلق العمرة الأولى، وبعد ما تنتهي من العمرة الأولى بإمكانك التقديم إذا في إمكانية تحصل على تصريح آخر. بالنسبة للفئات العمرية اللي هي فوق 65، طبعا هذه كانت بناء على تنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الصحة، وبإذن الله تعالى متى ما أصبح الوضع يعني ممكن أنه هذه الفئات تدخل وتؤدي العمرة سوف تفتح لها التصاريح بإذن الله تعالى. السلام عليكم، أنا علي الشريف من قناة سكاي نيوز عربية. هل المراحل المعلن عنها لعودة العمرة هي إلزامية أم خاضعة للمراجعة؟ وشكرا. لا، بخصوص هذه المراحل، يعني هي هذه مراحل تنظيمية، الآن إحنا جاهزين لتفعيل جميع هذه المراحل، لكن سوف يتم متابعة الحالة الصحية للمعتمرين ومتابعة المخرجات خلال فترة أداء هذه العمرة، وبناء عليها سوف يتم تقييم الوضع وسوف يتم تعديل إذا كان هناك حاجة للتعديل، سواء برفع الأعداد أو تحديدها على حسب الحالة الصحية وحسب ما يزودون به زملاء في وزارة الصحة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، ونتمنى عمرة مقبولة وزيارة مقبولة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد العزيز وزان وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، شكرا للمشاهدين، وأمنياتنا للوطن والعالم بالصحة والسلامة.